مخرجنا الكبير بيبو واضح ان هو بيحب ازارو جدا في الحقيقه، فيلر لازارو ودعم معنوي بالنسبه له، ده اكيد مهم جدا لانه احد العناصر المهمه في صفوف النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه. بالتالي انا عايز ابتدي بخبر اليوم السابع واللي قال ان فايلر يحتوي ازمه وليد ازارو قبل مران الاهلي غدا. امبارح اللاعب دي اللقطه دي هنجيلها بعد كده. امبارح اللاعب يعني كان اتضايق شويه لما خلاص التغييرات التلاته اتعملت وهو ما نزلش. مستر فايلر علق على الموضوع ده في المؤتمر الصحفي زي ما حضرتكم سمعتوا كده من شويه، وقال لك ايه؟ قال لك ده امر طبيعي وانا بعذره لان دي غيره، يعني اللاعب بيبقى دايما عايز يلعب وامر انا شايفه مش ايجابي، او عفوا مش سلبي، وغيره اللاعب دايما بتبقى مطلوبه. اي لاعب مش هيلعب او مش هياخد فرصه المشاركه هيبقى زعلان، فده امر طبيعي يعني، لكن مفيش ازمه ولا حاجه. اكيد هيبقى في حديث بكره ما بين فايلر وازارو، والحديث عن ما حدث بالامس وامره هيعدي يعني، مش مشكله كبيره يعني. هو مجرد غيره وحب للمشاركه يعني من قبل وليد ازارو واي لعيب كده يعني. نروح لفيتو واللي بتقول ان فايلر يتسلم تقريرا عن المصابين في الاهلي، وده